معانا تمديدها بعد شهر 11 بإذن الله، لأن ليها أثر جيد، دخلت أكتر من 600 كيلو، وبإذن الله الفترة الجاية ممكن تدخل تتخطى الطن برضو بإذن الله. دكتور راجع، حضرتك بتقترح أو من مقترحاتكم نمدد المبادرة دي كمان 6 شهور؟ نتمنى طبعا ليها شيء ناجح، وطالما شيء ناجح وله مردود إيجابي وجيد لماذا لا نستمر فيه؟ يعني خلي بقى حضرتك إنها عوضت جزء كبير من نقص عائدات المصريين لنقص 23%، لأن زي ما أنت عارف أستاذ أحمد حضرتك وأنت سيدي عارفين إن الذهب هو العملة العالمية المعتمدة، الذهب يساوي زي الدولار بالظبط. إيه ليه نمنع إن إحنا دخول الذهب والعملات والدولار للاقتصاد المصري يعني؟ بالعكس. نعم. طيب الحاجة المهمة اللي من ضمن الحاجات كل الحاجات المهمة اللي سيادتك اتكلمت، عندي كام النهاردة مكان عندي ذهب بشتغل عليهم إيقات وغير السكري، كام منجم؟ لا عندنا في المثلث الذهبي، وفي حلايب وشراتين، وفي منطقة حمش، وفي منطقة البرمية، وفي منطقة وادي العلاقي، وكل الأماكن دي مناطق بجوار إيقات جيدة جدا جدا، وتحوي كميات اقتصادية وفوق الممتازة. والتنقيب العشوائي حضرتك ما زال موجود يا أستاذ في جنوب مصر، ما زال موجود في ناحية حلايب. التنقيب العشوائي دكتور ناجي بتقولي موجود لسه؟ مع الأسف صدقني، ولسه كانوا ماسكين أكثر من 25 كيلو وزارة الداخلية الأسبوع الماضي. 25 كيلو ذهب؟ 25 كيلو ذهب حضرتك مع الناس نقبوا مع الناس صدقني، مع الناس صدقني. الداخلية مسكتهم؟ يا فندم. فده كلام يعني لازم يعني يتظبط، ولازم يبقى يمشي في الأمور الصح، بحيث إن الكميات دي كلها تستفيد بيها مصر. نعم. احنا كلنا في يعني عايزين مصر تبقى احسن دوله في الدنيا يا رب. يعني يا رب. فحضرتك بتقولي عندنا 6-7 مناجم زي السكري كده؟ باذن الله فيها مناطق واعده جدا جدا، وبالتركيز عليها نجد ان احنا ممكن كميات تدعم بقوه يعني لنصل نتخطى ال 200 طن بالنسبه للاحتياطي الاستراتيجي من الذهب، وساعتها بدل ما هم 8 ممكن يبقوا 16 و20. يعني تبقى حاجة جميلة. نعم. حاجة هايلة يعني. نعم. حاجة لو أنا حضرتك بتتكلم على تأثيرهم إيه على الاقتصاد لو عندي احتياطي في البنك المركزي النهاردة من الذهب 200 طن، أنا أوصله 200 طن بيدي قوة حضرتك. قوة أنت تحت إيدك الذهب ده هو مخزن قيمة جيد للأفراد وللدول في جميع الأوقات. نعم. الذهب ده هو وظيفته وقت ما أنا وقت الزنقة، وقت ما بحتاجه. الأفراد وقت ما بتحتاجه بتبيع خاتم، بتبيع حلق، بتبقى معاها سيولة. نعم. الدول كذلك بتبيعه بيبقى معاها دولار. نعم.